حسين إبش في بلومبرغ: لا يستطيع لبنان أن يتحمل أي مواجهة أخرى بين حزب الله وإسرائيل. يقول الكاتب إن التوتر الحدودي بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل تناسب إيران، لكن التصعيد سيكون كارثياً على لبنان، واعتبر أن هذا التصعيد يشكل جزءاً من تبادل طويل الأمد للاستفزازات بين إيران والميليشيات التابعة لها من جهة، وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. ويختم الكاتب بأن السؤال المطروح الآن على نصر الله هو: إلى أي مدى يستطيع الاستمرار في خدمة مصالح إيران من دون إلحاق ضرر نهائي بلبنان وبنفسه؟ بوريس زيلبرمان في نيوز ويك: سياسة أمريكا في لبنان فاشلة. يجادل الكاتب بأن الولايات المتحدة تدفع أموال الأمريكيين إلى الجيش اللبناني التابع لحزب الله، هذا الحزب الذي يسيطر على الدولة اللبنانية وعلى رئيس جمهوريتها، ويزرع صواريخه بين المدنيين الأبرياء لتهديد إسرائيل. ويخلص الكاتب إلى القول إن السياسة الأمريكية الحالية تجاه لبنان تساهم في تمكين حكومة حليفة لروسيا ومدعومة من إيران ومنظمة عسكرية إرهابية، ويضيف أن هذه السياسة الفاشلة يجب أن تنتهي، وعلى إدارة ترامب أن تبدأ بتعليق المساعدات إلى الأبد للبنان الذي يسيطر عليه حزب الله. توم روغن في صحيفة واشنطن إكزامينر: لماذا يصعد حزب الله اللبناني ضد إسرائيل؟ يعتقد الكاتب أن الخسائر البشرية التي مني بها حزب الله في سوريا إضافة إلى مقتل قاسم سليماني أضعفت كثيراً موقف الحزب على الساحة اللبنانية الثائرة ضد فساد الطبقة السياسية وحزب الله. لذلك يعتقد مسؤول الحزب أن التحرش بإسرائيل وقتل إسرائيليين سيعيد إليهم مصداقيتهم داخل لبنان وأصوات اللبنانيين المنتقدين للحزب. ويختم بالقول إن خامنئي المأزوم أيضاً يجاري الحزب في نظرته هذه.